أتذكر مع المخرج محمد أفندي صديقي من خلال هذه المليونيات كيف كان شعب الإسكندرية يقف منين؟ من المنشية إلى الأنفوش، شعب الإسكندرية يقف من المنشية إلى الأنفوش في موجات شعبية لم تشهدها الإسكندرية في تاريخها، موقف شعب مصر. استنى يا بيه، مش اللي بعده، سيبها يا بيه، سيبها يا بيه لما الكادر يفتح علشان الناس تتذكر كيف كانت الأعداد، كيف كان الشعب اللي هو حضر. انتوا نفسكم كنتوا ازاي؟ والمخرج بتاع البتاعة دي اللي هي المليونيه دي كان الزميل عماد خالد. شفت حضرتك عملت ايه؟ شفت حضرتك وقفت وقفة رجالة فأنقذت بلدك اللي هي مصر. انتم اللي انقذتوا مصر، انتوا الشعب، وانقذتم الجنس العربي بأكمله. النهاردة بدل ما نحتفل بثورة 30 يونيو نلاقي اليساريين اللي هم الفرع الثاني من التنظيم الماسوني العالمي شغالين على الانترنت عايزين يعملوا ثورة. ومعاهم الجماعة الاخوان المسلمين اللي هم اخوان الماسونية العالمية والفرع الثاني من الماسونية اللي انا قلت عليهم اخوان الشيطان، وهم فعلا اخوان الشيطان لانهم باعوا نفسهم للشيطان. والماسونية رأسها الاعلى هو الشيطان. عايزين يقول لك ايه؟ ارحل يا سيسي، ازاي نعمل مظاهرات وازاي نعترض على مش عارف ايه.